مساء الخير مشاهدينا في كل مكان، اهلا بيكم وحلقه جديده من برنامج منا والناس. النهارده ما كان عندنا طبعا مشاكل كتير جدا بتجيلنا على الرسائل، فخلينا النهارده جزء طبعا زي ما متعودين مننا بنفسر احلام، وجزء عن مشاكل كتير بس اختصينا مشكله معينه النهارده اللي هنتكلم فيها. الاول ارحب بمنه الله النجار الاعلاميه الجميله ملكه الاحلام، اهلا بيكي يا منه. حبيبتي يا سالي، اهلا بيكي واهلا بكل السادة المشاهدين والمتابعين. والنهارده طبعا احنا اتكلمنا وكان اتكلمنا قبل لا وقلنا ان احنا عندنا مشكله بتقابل معظم النساء، هنتكلم فيها، وخاصه ان في حد محلفنا يعني نتكلم في الموضوع ده، وتقريبا احنا حطينا عنوان الحلقه النهارده. وعايزه قبل اي اتصال شاركونا يا جماعه، يعني اي حد يشاركنا في الحلقه بتاعتنا. يعني مثلا عايزه اعرف انت دلوقتي المسؤوليه، مثلا اللي زوجها توفى شايله المسؤوليه ازاي، المطلقه جوزها اللي هو جوزها فرفور شايله المسؤوليه ازاي كده. يعني اللي هو عنوان الحلقه ما تبقيش انت مش مسترجله، انت مش، لا انا مش مسترجله، انا مش مسترجله، انت اللي مش راجل. طيب ده بناء على ايه؟ يعني الواحده تقيم ان اللي معاها ده راجل او مش راجل، هل من صرفه، هل من اسلوبه معاها في الحياه، هل من تحمله مسؤوليه، ولا هتقيس على اساس ان هو بيصرف او ما بيصرفش؟ بصي تعالي نتفق ان احنا في الفتره الاخيره شفنا ستات كتير قوي بتطلع تشتغل وبيكونوا ما عندهمش مؤهلات خالص، اللي تطلع تشتغل في محل، واللي تطلع تبيع اي حاجه، واللي بيشتغل بتطلع اوبر كمان، على فكره بيشتغل اوبر دلوقتي، تشتغل كل حاجه، تشتغل كل حاجه. انا عندي ست تشتغل في حالتين اتنين، لو ربنا مديها رساله كدكتوره مهندسه زينا كده، برنامج زي ده كده، لو عندها رساله تقدمها للناس الشغل متاح ليك ومفتوح. او زوجك مريض شيلي جزمته على دماغك واشتغل طبعا واشيله، غير كده اقفي فرملي، ندوس فرامل ونقف. طلع تشتغلي ليه لو ما انا عنديش الحاجتين دول؟ لا اصل انا عندي واحد زي ما بيقولوها بقى، زي ما واحده قالتها لي بلفظ جميل قوي، مش مهتم غير بالجل في شعره والجزمه اللي تتلمع والسجاير في جيبه والبنطلون المكوي والخامه السوداء بتاعته. دي كانت مشكله من ضمن المشاكل اللي جات لنا على فكره. فدي كارثه، دي مش مشكله، دي كارثه. لا وكمان ايه بقى لما تيجي الست تشتكي، انا النهارده مع الست شويه لان دي مشكله، مشكله بس كبيره هقولك على جدا. حاجه منها، في حالات لو الواحده مطلقه ومتجوزه وعندها اولاد وطليقها ما بيصرفش على الولاد، ايه هو جوزها ملزم، مش هقولك لا، بس بتبقى في حاجات زياده، متطلبات زياده، ممكن تبقى ساعتها في الحاله دي انا مع الست ان هي تنزل تشتغل عشان اتجوزت تكفي. ليه؟ ما هو ما تزعليش مني، افرضي واحده عندها 5 عيال. اتجوزت ليه؟ يبقى انا متجوزه مصلحه خاصه ليا. لا غلط، انا اللي ياخدني ياخدني بعيالي، مش هتاخدني بعيالي شكرا مع السلامه، هم قبليه. بتبقى نقطه حساسه موضوع الاولاد. يبقى انت متجوزه ماشي، انا خلاص يبقى انت متجوزه اوكي مفيش مشكله، يبقى انت متجوزه علشان انت ست مش عارفه تعيشي من غير راجل معاكي، بس في الاخر هتنزلي تشتغلي وتتبهدلي. طب ليه؟ كان عليكي بايه؟ طب ما انت كنت ممكن تكملي بقى تشتغلي حياتك او تفضلي مع الزوج الاولاني وتشتغلي. يعني بصي في عندنا حاجات كتيره قوي المفروض يكون فيها ضوابط وتكون لها حدود. انا عندي دلوقتي مشكله ان واحده جوزها مش عايز يشتغل، مش شايل مسؤوليه، فبتروح تشتكي لاهلها، بتقول لهم ده مش بيشتغل، طب معلش استحملي، طب ده ما بيصرفش، بيجيب لنفسه اللبس والاكل والشرب والحاجات اللي هي الجاهزه وكلام من ده وسايبنا، استحملي عشان خاطر بيتك، استحملي عشان خاطر عيالك، استحملي عارفه عشان ليه؟ جوزك، استحملي عشان عيبه الفضيحه، عشان ما تاخدش رقم مطلق. اي هبل في الجبل. صح، يعني هو على طول كده هبل. طب وبعدين؟ لا هو انت مش بتستحملي، ده انت بتموتي نفسك، انت بتيني نفسك، انت بتظلمي نفسك، انت بتقولي بالمعنى الاصح خلاص انا هشيل حته الانوثه واستبدلها بحته الرجليه، يعني خلاص هسترجل. طب وانت في طب ناخد اول اتصال. اتفضل نسمة، مساء الخير. السلام عليكم، من جوين. نسمة مساء الخير، اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك عاملة ايه؟ الحمد لله، كنت لسه هقول حلمك بس قلنا بعد المشكلة الأول. لا وتشارك معانا في نفس الوقت، تقول ايه رأيها في الكلام الموضوع النهارده؟ انا مش هشارك عشان انا مش جنب التلفزيون، انا كنت هسلم عليكي بس كده عشان انا في فرح، فحبيت في ان فرق. انا اتصل يعني. في فرق، ده احنا كنا عايزين ناخد رأيك في المشكلة اللي احنا بنعرضها دلوقتي. شكرا. طب شكرا لاتصالك يا نسمة. طيب ناخد اتصال اتفضلي. ميادة مساء الخير. عادي سلام، ازيك يا كوزانين، عاملة ايه؟ الحمد لله ميادة، اهلا بيك. اهلا وسهلا بيك يا بريك. انا عندي حلم لو سمحت. يلا قول. انا حلمت ان انا في مكان، والمكان دوت كاني في ناس محطوطه كده، كاني في سجن يعني.
صوت وحش قوي. صوت وحش. اعملها حوالية بيضة. ميادة ممكن بس تقولي الحلم من الأول وتقفي في حتة فيها شبكة بعد إذنك. طيب. أيوه. معاكي اتفضلي. عندي ماما في سجن. مش سامعة والله خالص. حوالية بلاد بيضة. لا مش عارفة. طب ميادة حاولي تتصلي بينا تاني يا ميادة وشكرا للاتصال. نرجع للحوار بتاعنا وبعد كده ناخد تليفونات عشان بس ما نقطعش والناس تتوه مننا. في فرق ما بين الست المسترجلة والست يعني ان انا مسترجلة او ان انا ست واخدة دور الراجل. في فرق كبير بينهم. في ستات بتاخد دور الراجل حتى لو هو بيشتغل ومكفيها وبيديها كل حاجة، بتاخد نوع اللي هو اللي انا متحكمه فيكوا في حياتي وكلمه كلمتي والكلمه العليا انا. لا 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 مش تحكم. بصي يا منى، الست لما بتنزل تشتغل ويبقى ليها، لا ماليش دعوه كده باللي بتشتغل. اللي بتشتغل دي الكل يحترمها ويقدم لها تعظيم سلام. انا بتكلم على الست بقى اللي قاعده طول النهار بقى ومرحرحه في البيت وعايزه تاخد كمان دور الراجل في التحكمات، وصوتها يعلى وتنطحه وطريقتها تبقى مستفزه. العيب على الراجل. لا ما هو في الاول وفي الاخر هو الراجل، هو الكيان، هو المظله. يا تفرد قوي وتضلل وتكون الكلمه كلمتك طبعا بالادب والاحترام والمشاركه ما بين الطرفين، اما لم بقى الشراع بتاعك واديلها هي بقى اللي هي تتحكم في حياتك كلها ويستحمل الاهانه اللي هتكون في حقك كراجل. اما تبص لنفسك في المرايه تقول انا مش راجل على طول، رغم ان انت كل حاجه انت اللي بتجيبها وانت اللي بتصرف وانت 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 وانت، وفي الاخر هي اللي تحكم وهي اللي تمشيك وهي اللي تتامر وتتحكم، يبقى انت ملغي كلمه راجل، يبقى انت ذكر بس. لكن الست بقى اللي هي بتاخد دور الراجل اللي دلوقتي يا سامي، طبعا المشكله اللي كانت جات لك اصلا هي بتبكي ومنهاره بتقول انا واخده دور مش بتاعي، فانا سبت الحته بدات يبقى فيه عمليه اسقاط ليا كانثى. ان انا كست كانثى بدا عمليه اسقاط في حياتي، شلت حته الانثى، ابتديت ان انا اخد المسؤوليه، مسؤوليه تربيه الاولاد، اشيل هم البيت، مصاريف واكل وشرب، ديون، مشاكل انا اللي احلها، كل حاجه. ابتديت ان انا اهمل في نفسي، اهمل في لبسي عشان اعرف اتحرك بقى. ما مش هينفع احط ميك اب واتظبط واروح احل مشكله او اروح مع بنتي الدرس او اروح اسد ديون او استلف، فمش هينفع اكون ست، فلازم اشيلها احتراما وتقديرا لبيتي لان انا واحده محترمه. طب ناخد اتصال. استاذ عبد الرحمن مساء الخير. تمام يا فندم، ممكن اكلم استاذه منى؟ اتفضل معاك استاذه منى اتفضل. السلام عليكم استاذه منى. اهلا بحضرتك. عزيزي حضرتك عندي حلمين هقولهم لحضرتك واقفل وبعدين حضرتك الحلم الاولاني يا فندم، انا كنت حضرتك انا واقع في مشكله، فالمشكله دي اضطريت ان انا اسيب بيتي واسكن في بيت تاني بره البلد. فحضرتك اختي يعني كانت زعلانه عليا وكده، نمت معيطة يعني الظهر كده، كانت نايمة الظهر ونمت معيطة، فنامت والدتي اللي ميتة المتوفية جات لها في المنام وبتقول لها وإن هي في بيتنا يعني، فبعدين بتقول لهم أنتوا هتروحوا لعبد الرحمن، مش هتروحوا له، لو ما رحتوش له أنا هروح لنا، وجايبة فاكهة وجايب معاها ناس متوفين برضه ولابسين أبيض كده، قالت لهم أنا هروح له عشان هو ماشي في الطريق الصح. وانا حضرتك حصلت لي مشكله فاضطريت اطلع من البلد ومن من البيت، في شويه مشاكل في البيت فاضطريت ان انا اطلع. وده خلي بالك كانت خطوه سليمه صحيحه. الحمد لله كانت سليمه الحمد لله رب العالمين. الرؤيه الثانيه يا فندم كانت زوجتي شافت ليا ان انا معايا يعني جاموستين. جاموسه حلوه كده كويسه جدا ونظيفه ويعني باين عليها ان هي كبيره وحلوه، والثانيه فيها شويه يعني اوساخ وكده ومش كويسه يعني، فانا ماسكهم الاثنين كده ومراتي بقول لها تعالي ما تخافيش تعالوا خديهم. قالت لا انا خايف. وقمت على كده يا فندم، قمت على كده. طب قبل ما تقفل يا استاذ عبد الرحمن، سمعت المشكله الاول اللي احنا بنتكلم فيها؟ اه يا فندم. سمعتها؟ اه. طب قول لي كده، قول لي كده رايك كراجل كده كعنصر رجالي معانا دلوقتي. حضرتك والله يا فندم يعني الزوجه لو مثلا لو تعرضت مثلا في مشكله لزوجها يعني كمرض، كان هو يعني وقع تحت ظلم ان هو ما يقدرش يطلع يشتغل او كده، ولو هي اشتغلت طبعا حاجه كويسه مش وحشه، بالذات لما تكون مثلا صاحبة رسالة استاذ عبد الرحمن. احنا ما اتكلمناش في الحالة دي، احنا في ظروف احنا ما بنتكلمش عنها خالص على فكرة. مرض الزوج، لو في مشكلة في شغله قاعد في البيت ان هو
في كذا حاجة، لكن في الأساس الأساس أنت عندك أولاد، مين اللي متحمل مسؤولية الأولاد أكتر؟ كواء صرف، كواء المذاكرة، كواء إن هم يودي ويجيب، مسؤولية كاملة عامة. المسؤولية كاملة طبعا، اللي هي الأم اللي بتربي حضرتك. الأم كانت بتربي زمان أيام والدي ووالدتي في البيت، والراجل هو اللي كان بينزل بره، صح؟ والآن برضه يا فندم والله إن هي اللي بتربي، وبرضه الزوج هو اللي بره يعني، وشغال يعني الحمد لله. طيب طيب شكرا لاتصالك يا استاذ عبد الرحمن. الحلم بتاعه الاولاني بتاع الام وكده، فهو بيدل على انه هو راح لسعه اكتر، راح لتغيير احسن، راح للانفراجه. كان هو في مشكله وكان هيقع لسه في مشاكل كتيره جدا، كان هو اختار الطريق الصح والصواب عشان منع للمشاكل، هو اصلا مش بتاع مشاكل. الحلم التاني بيدل على ان في خير ورزق كتير جاي له، بس هي مراته مؤدبه قوي، بتخاف وبتخاف من كل حاجه حواليها. ابدا رجع لها الثقه بنفسها تاني عشان الرزق اللي يدخلك تبدا ان انتوا تستثمروه صح، والله اعلم. نرجع نكمل تاني. نرجع، وقفنا لحد فين؟ وقفنا. بصي احنا جات لنا مش المشاكل اللي جات لنا بسبب ان الست هي اللي شايله المسؤوليه. انا عايزه اقول لك ان النهارده وانا بعد ما كتبت عنوان بوست الحلقه عندي على الفيسبوك، لقيت لك واحده بتقولي انا متجوزه واحد مريحني جدا ماديا، بس انا مش حباه وعايزه اتطلق. لا انت تاخدي بقى على دماغك الطلاق دي بتاعتك انت، انت واحده اصلا ممروضه، واحده ما عندكش رضا وعندك قناعه بحالك، وغيرك يتمنى الحياه والعيشه بتاعتك. لكن في ستات من كتر الدلع بيتممرضوا مش حاسين بيها، دي تاخد على دماغها وتتقلل شويه النعمه اللي هي فيها من الزوج. اي واحد فارط الدنيا قوي، مبحبح الدنيا قوي، حاضر ونعم يا حبيبتي واللي تعوزيه، والكلام اللي هو الكلام الخايب ده بتاع الرجاله، بعض الرجاله في الاخر بتلاقيها مش عاجبها اي حاجه في اي حاجه، في الاخر بتلاقيها كلمه لا بتقولها قوي، في الاخر تلاقيها بوزها يضرب شبرين، في الاخر تلاقيها ما فيش ولا حاجه راضيه بيها. طب ده انا بعمل لها كل حاجه. لا انت ما بتعملش كل حاجه، انت قللت من كيانك كراجل، ابتديت ان انت تحسسها لا انت كنت عايزه الاحسن مني، انت كنت عايزه الاكتر انت وانت، فابتدت ان هي تبص للي انت تبص لك ان انت حجمك صغير قوي، وتبص ان هي ياه ده انا كان ممكن يجي لي الاكتر من كده. طب تعالى بقى ما اديك على دماغك، وتبدا الحياه تتهز ما بينهم. طب ناخد اتفضل معانا. ايه مساء الخير. اهلا، اتفضلي معاكي يا استاذه منى، اتفضلي. حضرتك انا حكيت حلم. اتفضلي اتفضلي. راكبة عربية مع عمتها. بصي اقفي في حتة فيها شبكة بعد اذنك يا آية، ممكن؟ اقفي في حتة فيها شبكة، الصوت مش واضح. شكرا لاتصالك يا آية. معانا اتصال تاني. اتفضلي. ام احمد. ايوه ايوه اتفضلي. انا معايا 3 احلام. اتفضلي. بيتكرروا معايا باستمرار. اتفضلي. اول حلم يعني في الاسبوع دي ده باستمرار الاقي يعني مره لقيت معايا دولارات كتيره ملهاش عدد. واحد عطاهاني. وتاني ليله لقيت واحد عطيني فلوس مصريه بس ملهاش برضو عدد. بس وليت مخده قديمه بس فيها خاتم، الخاتم دي بتاع مرات ابني. فانا قلت هخلي الخاتم دي ده وهذا ليه عشان انا هرجع برضو في الاول وانا خرجت بيه لمرات ابني. بس الخاتم دي ده اساسا بتعمل تبني في الخده قديمه كده صغيره. ده اول لا رؤيه. تاني رؤيه لقيت الليله، لقيت سناء جميل جايبه طفله صغيره وبتقول لها علميها ديدي، هي دي اللي تستحق ان هي يعني تدعي بدعوات الرسول. تدعي بدعوات الرسول. فهي بتتكلم اللي يعني زي الزم دعاء ان انا اكرر وراها. ورا الطفله الصغيره دي وطفله جميله قوي. فقالت لها هي دي اللي هتستحق الكلام ده والدعاء ده، وتخليها تذاكر ده لحد ما تدور وتحفظه. لحد ما تدور وتحفظه. جيت صحيت ونمت لقيت في تعبان، والتعبان ده ضخم. بس اجي امد ايدي على المفتاح بتاع النور الاقي التعبان. فقلت البنت يبعد بعيد عشان التعبان ده وحش. نجي نضربه بالمقشه مش قادرين عليه. راحت جايبه لي السطور. بس قلت لها طب ابعد بعيد، لو خبطناه بالسيف بتاع السطور هينزل يطير عليك ويبخ سمه في عندك. بس رحت بظهر السطور كده ورحت مدغدغاه وقطعناه وموتناه. راحت هي ماسكه الجلد بتاعه وسلقته، قالت يا بنتي ابعد بعيد عشان السم برضه في الراس وفي الجسم، وهو التعبان لانه ضخم واسود. قالت لي لا ما احنا خلاص نهينا عليها خالص. نهينا عليها خالص.
بس وفي بقى رؤية الجوزي شافها الليلة. طيب نستنى بس شوية، الفلوس اللي هي شافتها اللون الأخضر وكلام من ده بيدل على إن هي هتدفع فلوس في حاجة شرعية فيها سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، زي حجامة مثلا أو رقية شرعية، أو تروح للشيخ فياخد فلوس، أو ياخد أي يعني أي حاجة مقابل مادي قصاد حاجة هيعالجها بيها. الحلم التاني اللي هو الساطور الخاتم الأول ده بيدل على خلفة الولد، أو بيدل على إن هيجي لها حفيد ولد يعني، أو في ولد بالفعل هيكون حافظ لكتاب الله. السطور اللي شافته الأفعى والأحداث بتاعة الأفعى دي، فهو بيدل على إن هي هتنتصر على مس، مشكلة عندها هي بس والله أعلم. هي معانا أم أحمد ولا قفلت؟ شكرا لاتصالك يا أم أحمد، ناخد الاتصال التاني اتفضل. ونرجع نكمل. هبة مساء الخير. مساء النور. مساء النور. ازيك يا سامي؟ الحمد لله. لو سمحت عندي حلم للأستاذة منة. طيب اتفضل. وبعد الحلم عايز أسألك في موضوع الحلقة اللي احنا بنتكلم فيه النهاردة. إن شاء الله. ماشي. اتفضلي. ماشي. هما حلمين صغيرين. الحلم الأولاني أنا شفت كأن أختي بتتفرج على هدوم والدتي، هي والدتي متوفية، كأن الهدوم بتاعتها مرصوصة فوق بعض كده، وبعدين بتشوف أول جلابية بس كانت مقطوعة، كأنها بتدور على جلابية من جلابيات والدتي عشان هي تلبسها، وأنا كأني بعرفها بقول لها أه دي اللي كانت لابساها يوم ما كانت يوم ما ماتت، والجلابية دي مش عارفة إيه، كأن أنا بعرفها على الحاجات، لأن هي أختي في أمريكا ووالدتي ماتت وهي مش موجودة، وهي كانت بتبص فيهم عشان تلبس واحدة منهم يعني. والحلم التاني أختي حلمت إن هي داخلة بيتنا القديم، فبتبص في أوضة كان أخويا نايم على ظهره كده على السرير، وبعدين في الأوضة التانية لقيت برضو سريرين، أخويا نايم برضو على ظهره على السرير، ووالدتي الله يرحمها قاعدة على السرير التاني. فأختي بتقول أنا كأني لابسة جلابية سموكن كده من هي الخشنة، فبقول لوالدتي مسكت الجلابية اللي هي لابساها وبقول لها جلابيتك طرية قوي، أنا عايزة لما تجيبي لي بقى تجيبي لي زي دي. بتقول قلت لها كده 3 مرات وهي بصالي ما اتكلمتش بس كانت بتضحك. بس وخلص الحلم على كده. طب هبة قبل ما نقفل اتفضل، أنت متجوزة؟ أيوة. متجوزة ولا لأ؟ أيوة متجوزة. بتشتغلي ولا لا؟ اه بشتغل. طب إيه، انت شايفه نفسك في البيت مسترجله ولا شايفه نفسك ان انت عايشه حياه مستقره عاديه؟ لا الحمد لله حياه عاديه يعني، انا بشتغل بس يعني انا يعني فاضيه الصراحه، ربنا ما رزقنيش باطفال، بس جوزي الحمد لله مكفيني والدنيا الحمد لله كويسه وكده يعني الحمد لله. لكن بس هو فعلا الزوج اللي المفروض ده هو اللي بيقوم بوظيفه الانفاق وبيريح الزوجه المفترض يعني. جميل، شكرا، ربنا يسعدك ويرزقك ان شاء الله يا هبه، وشكرا لاتصالك، واستاذه منى هترد عليك. الاحلام كلها فيها عبايه مريحه جميله طريه كويسه انا مرتاحه فيها، وبيدل على طباع الام، امك الطيبه محترمه والناس بتحبها، هم هيكونوا واخدين نفس الصفات بتاعت امهم، وهي حب الناس ليهم والله اعلم. عايزه بس اقول كلمه مسترجله عشان الناس بس تبقى فاهماها، وحتى هم بيجاوبوا علينا بحس ان هم رايحين في حته ثانيه خالص. مش مسترجله ان انا البس بنطلون والبس بلوزات واتكلم ولا اشرب سجاير واتكلم بصوت عالي، لا 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 يا جماعه، مسترجله يعني واخده دور مش دورها، خدت دور الزوج اللي هو موجود وقاعد يشرب في سجاير وجل في شعره، احنا عارفين النماذج القذره دي انا ما بحبهاش عامه، يعني واحد شايل الدنيا ومعاليه وتعالي انت شيل الطينه على دماغك. عايزه بس اكمل جزئيه سهله عشان ما ننساهاش، ان 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 في الاخر بيحصل الميزان بتاع الزوجين بيحصل فيهم خلل، اول ما الست تاخد دور الراجل هو بيدور على انثى وهي بتدور على راجل، معلش ما فيش ست بتستحمل في الاخر ان هي تفضل على طول راجل، بتلاقي الحته الانثويه اللي جواها الست الفطره ربنا خلقها عليها، وطبعا احنا من الموروثات بتاعتنا ان احنا الستات، فاحنا عارفين دنيتنا فين وعارفين المربع بتاعنا احنا جوه فين، ان انا ست اللي يا بيتي اللي يا جوزي اللي ادلع وادلع نفسي معايا اللي هي حياتي اللي هي الصغننه بتاعتي المملكه بتاعتي. انت خرجتها من المملكه، قلت لها يلا اطلعي شيلي سيف وحربي حرب انت بره، طب وانت فين؟ لا انا بدور بقى على ست، لا ده انا هدور على انثى وانا مش متحمل المسؤوليه، لان هي واخداه على المظاهر واخداه على الشكل بتاعه اللي هو بناه على حساب الراجل بتاعه اللي هي الست. فعايزه اقول ان انت بتعمل غلط وبتعمل كارثه، لان انت مش هتلاقي زيها تاني، وللاسف هي هتبص لغيرك. مش عايزه اقول ان هي هتستحمل، استحاله ست في الدنيا تستحمل تكون راجل، عندها احتياج، محتاجه راجل، لازم تدور على راجل، علشان احنا في ستات كتيره جدا بتقول انا حبيت واحد على جوزي، طب ليه؟ مش قادره اقوم بدور الراجل للنهايه، مش عارفه، انا ست من حقي ان انا اعيش، من حقي ان انا احس ان عندي سند، حقك. نيجي نبص لظروف الراجل نلاقيه هو خد دور عدم المسؤوليه،
اللي هو واحد عايز ياكل ويشرب ويعيش ويتنغنج ويتمتع على حساب واحده، واحده للاسف انتزع منها الفطره بتاعتها اللي هي الست، فبالتالي بيرجع يقول ده خاينه، ده خانتني. لا، ده انت اللي خنتها، خنتها في الفطره الربانيه، فطرتها في الكون، انت خدتها ضحكت عليها، انت نتجت منها حته المفروض هي تعيشها، وفي الاخر بتلوم عليها ان هي دورت على حد، هي دورت على راجل مش على ذكر، لكن انت ذكر. طب وبعدين هعمل ايه؟ يلا البس لبس الشغل وانزل وجاهد وكافح، وهي دخلها المملكه بتاعتها تاني بسرعه قبل ما تخرب بيتك. وعايزه كمان اقول على حاجه، احنا فعلا في مجتمع احنا المسؤوليه فيه حتى من ولادنا، واكتر الشباب واكتر الرجاله واكتر الستات مفيش مسؤوليه، لان كل واحد بيتكل على التاني في عمليه ان انا متوكله عليك ان انت هتعملي الموضوع ده، ان انا متوكله عليك. في لا، العيال اكتر طب وانت كمان يا فين؟ منى، لا في لا، العيال اكتر دلوقتي يا منى. ولادك لا، من هنا ورايح اي ست ولادك خليهم هم اللي ياكلوا، ما تاكلهمش، ما تمديش ايديك وانت تاكليهم، حمليها المسؤوليه. جوزك بيفكر في الموضوع، انا اساعده في التفكير ما فيش مشكله، لكن كل حاجه اقول له اقدر خلاص، لا بس شال انا من هقول لك على دماغه حاجه، حته ان انا انت ممكن بتتكلمي على اقدر. ست مسترجله، تمام؟ في ستات دلوقتي انت هتقولي لا طالما مش متجوزه خلاص تعيش دور الراجل، ما هي بتبقى اتعودت، بتبقى لا شايله مسؤوليه لا اولاد، لا بتبقى لا، اتعود مش يا منى. متجوزه، لا لا مش متجوزه، هتعيش الدورين، هي هتلاقي في نفسها الدورين، انا ست ولما وجميله تتجوز واموره. هتلاقي نفسها برضو شايله دور مش متح، غلط غلط، ما هي اتعودت. ما هو هيحب، هيبص بره، هيحب عليها غصب عنه برضه، ما هو لقى خلاص صاحبه قاعد في البيت. هي يا عيني من كتر ما احنا المجتمع بتاعنا عندنا ان هو عيب الواحده تتطلق، عيب الواحده ان هي تتجوز المره الثانيه والثالثه، عيب الواحده ان هي تحب على جوزها، كارثه. لكن انت حب واتجوز وعيش وتمتع، ده راجل عيشي، هتعيش ايه؟ ده انت بتموتي، انت بتعملي عمليه اهانه لكيانك ونفسك. في ستات والله العظيم ما شفتي واحده ست كملت في الاخر راجل، استحاله، فطرتها يا جماعه مش كده، فطرتها هي مش، ربنا مش خلقها كده عايزة اصلا، في بيتها تطبخ تغسل، حتى لو بتشتغل بتبقى دي بتعمل حاجات متعتها. رفاهية هي زيادة. دي مش متعتك؟ متعة أي ست على فكرة، ان انت صح؟ جوزك يتوكل على الله يروح شغله، فانت تحضري اللقمه الحلوه وتنضفي وتجهزي وتجهزي نفسك وتوضبي نفسك، مش انت ست؟ مش انت ربنا خلقك كده؟ فالموضوع بيبقى فيه عمليه اهانه كبيره. عايزه اقول برضو لاي راجل، هو انت ليه مش قادر تستحمل المسؤوليه؟ مش كل الرجاله برضه، انت ليه مش قادر تستحمل المسؤوليه؟ ليه ما انتش قادر انك تكون راجل بجد؟ الست اللي هي بتكون مترفهه قوي وانت كل حاجه تقولها حاضر 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 حاضر، لما تيجي تعلي صوتها عليك، ولما تيجي تمشي كلمتها عليك، ولما تيجي ترفض لك حاجه انت نفسك فيها، ولما تيجي تحبسك في قفص وتاخد كيانك وشخصيتك فتلغيهم وتخلي شخصيتها وكيانها، بص على نفسك، على رجوليتك، هتلاقيها مش موجوده، اتعدمت تماما. مش معناتها كده ان انا بقول لك ادخل على السيد، احنا مش في عصر السيد خلاص، احنا في عصر الاحترام والادب والمشاركه والحب بين الطرفين. طب الراجل اللي زي ده بنسميه ايه؟ يعني هل هو بيحب مراته ولا هو عديم مش الشخصية حب، أصلا؟ لا مش حب، أمال ده ومش ايه؟ عديم الشخصيه، واحد بيكبر دماغه، بس بيكبر دماغه في وقت غلط وزمن غلط ومع التركيبه بتاعتنا دلوقتي بتختلف عن كل جيل. احنا الزمن زي ما هو والايام زي ما هي، مفيش حاجه اسمها الزمن ما فيهوش بركه لا وكده، اتغير كل حاجة. بصي يا منى، احنا اللي لا اتغيرنا، لا لا، مش احنا اللي احنا احنا اتغيرنا عشان الدنيا اتغيرت. بصي يعني ما احنا الدنيا دلوقتي، اتغيرت بينا، مش بيها، احنا يعني اللي احنا دلوقتي في بنغير. فترة كورونا دلوقتي، او من سنة فاتت زي من 20 سنة كانت الحياة ماشية ازاي، ما كان او عندك زي من عشر الطاعون سنين وكان عندك اللي مش عارفه ايه وكان عندك ايه وعندك ايه وعندك، عندك حاجات كتيره، ما انت كان عندك امراض كتيره قوي، وكان أي ايام زمان قاعدين في عشش وفي كوخ وقاعدين وقاعدين، كنت تعرفي ان الست ممكن تيجي على الراجل وتشتمه وتزعق له وتبهدله، او الراجل ممكن يطلع ويخون مراته، ما كنتش بتلاقي زمان. يبقى احنا العيب فينا مش في العيب في الزمن، ولا في ولا في الكورونا، ولا في سيبك من القصه دي كلها، قصه ساعات بتبقى وهميه احنا بنخترعها عشان نداري على افعالنا اللي مش حلوه، اللي ما فيهاش بس اصل، مش اللي مش وهمية؟ لا متينه. بس مش وهمية، لأن ظروف كورونا دلوقتي أثرت على ناس كتير جدا، اللي كان بيشتغل ساب شغله، الماديات الأول لو كان معانا 100 جنيه بقت في ما بقتش تعايش، ليها في لازمة تعايش ولا دلوقتي. في موت؟ في تعايش بس في ضغط، فالضغط ده ممكن بيخلي البني آدم ينفجر. لا، ينفجر ده ممكن اصلك بيبان بقى، فين اصلك؟ انت مش كل يوم بتصحي من النوم تظبطي نفسك ومعاكي فلوس قبل الكورونا؟ اصلك هو اللي هيبان دلوقتي، اصلك في الشده، ما انت مش هتفضلي طول عمرك عايشه في الجنه، فالاصل بيبان، ودي معادن. طب ناخد ام عمرو ونرجع اتفضلي. نكمل موضوعنا. ام عمرو مساء الخير. مساء النور، ازي حضرتك استاذتي؟ الحمد لله. حضرت المشكله الاول اللي احنا بنطرحها دلوقتي؟ حضرتها، بس الاول قبل ما التحيه بس للاستاذه منى، اهلا بيك منوره الدنيا ووحشنا من زمان. حبيبتي، تسلمي لي يا رب. فانا نفسي حاجه بس من اداره القناه، انك تيجي لنا زي زمان كل يوم. حاضر ان شاء الله. ربنا يديك الصحه.
اصل من عندي كده معلش عندي رؤيتين هتعبك معي. طب تشاركينا الاول في الحوار؟ ولسه كنت عايزه اقول لك يا ام عمرو الاول شاركينا في الحوار وبعدين نقول نسمع حلمك. ماشي. هم طبعا هم مش كل الرجاله، بس الرجاله كتير قوي ما بيتحملوش المسؤوليه. انت متجوزه؟ لا انا منفصله. مش طب هسالك بقى انت عامله ازاي مع اولادك، لان طبعا احنا هي عارفين. بتقول لو انفصلت كملي يا ماما. انا هي بتتكلم عني على فكره زمان، انا الست وانا الراجل حبيبتي. وانفصلت بسبب الاهمال يعني، وعدم الاهتمام بالاولاد وتكبيره الدماغ لا مبالاه من كل حاجه. هو هي دي بقى الست المسترجله. ما فكرتيش تتجوزي تاني؟ لا الحمد لله عيالي بالدنيا. على فكره هي ما استحملتش تكون راجل، ما استحملتش خلاص. بس هي عايشه دلوقتي راجل. لا مش راجل، دي ست. ما هي ست عايشه لاولادها. لا لا ست، هي عايشه ست على فكره، ويمكن متمتعه بنفسها كست اكتر من الاول، وممكن يكون محتاجه الراجل وعندها احتياج للراجل، لكن في عندها دلوقتي عقده نفسيه، او القوانين اللي حواليها من الناس اللي حواليها او من العيله او من كده كده فربطنا، فمش قادره تقول انا محتاجه راجل في حياتي. فيعني المكتوبه. لا بس زمان انا ارتحت، انا ارتحت وفرحت لما انا خلصت. بس يعني ما نمنعش ان ممكن لو في حد كويس ومناسب والعيله مرحبه والدنيا مرحبه اتجوز. اكيد عايز تسمعي كلمه حلوه يا ماما. الحمد لله ده انا اتنقصت الحمد لله. يبقى عندها كده عقده نفسيه. يعني انت مش عايز تسمعي كلمه حلوه من راجل من جوزك؟ مش لا عيالي بالدنيا، والله عيالي بالدنيا. بصي بمعنى اصح، بصي هو ماشي نسبه ما حدش يستاهل، يعني احنا اتحملنا كتير وكده بس الحمد لله. طب لو مش عندك اولاد دلوقتي، لو مفيش اولاد تفكري في الجواز تاني ولا لا؟ لا لا كده انا مش معاكي، على الاقل هتبقى عايز تخلفي. ما بس يا سالي لو مامتها قاعده جنبها ولا حد قاعد جنبها توديها في ده. لا لو الزمن هيرجع بيا ما كنتش فكرت في الجواز نهائي. لا انا بقول لك دلوقتي لو انت ما معكيش اولاد وانفصلتي هتفكري في الجواز تاني ولا لا؟ اكيد. ما هو ده اللي بقول لك عشان حاطه بس ربنا عوضني بالاحسن 100 راجل الدنيا. اللي هم ولادها ربنا يخليهم لك يا رب. الله يخليك. وقولي حلمك اتفضلي. مش معلش هم حلمين. هو ابني اللي شافه، شاف ابوه زي ما يكون بيكلمني في التليفون وبيقول، انا كان عندي ولد وتوفى عند 41 يوم، فبيقول ان اخو طليقي يعني طلع ابني من التربه ودفنه في مكان تاني. وانا بكلمه هتجنن، عايز اعرف فين مكان تربه ابني. وكلمت اختي قلت لها تعالي معايا ادور، عايز اعرف مكان تربه ابني، عايز اعرفها فين. هي ما رضتش، خافت، قالت لي انا بخاف من التربه. ده الحلم الاولاني، وحلم كمان ربنا يخليكم. طب بصي هو الحلم الاولاني عامه بيدل على ان في طلاقها بيتحجج وبيتلكك ان هو عايز يبقى في تواصل وكده، بس مش بخساره عليه. يعني هو مش عاوز يخسر، عايز اتواصل واكلمك وكده واشوف العيال عاملين ايه وانتوا الدنيا عامله ايه، بس ما اخسرش والنبي فلوس. بعيدين عن حته الفلوس دي عشان انا راجل اصلا بخيل وجلده. فالحلم بتاعها هي بتقول طب وبعدين، طب انا هتواصل معاه، طب هو انا ممكن اكلمه شويه، لك لا 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 هيرجع تاني يخيرني، لا انا هقفل الباب، مع ان انا محتاجه على فكره الفلوس، بس انا هقفل الباب. لان هو في كل الاحوال الحلم بتاع الدفن وكلام من ده هو بيدل على الجلد قوي. ف يعني ربنا يا رب العالمين يجعلها الراجل بالفعل وهي ما تحتاجلوش خالص، والله اعلم. قولي التاني اتفضلي. شكرا لاتصالك وحاولي تتصلي بينا. طيب ربنا يحفظها يا رب. حاله من الحالات اهي مطلقه وشايله المسؤوليه. عارفه انا بتكلم معاكي في ايه؟ انا لما كلمتني صاحبه المشكله، لما كلمتني صاحبه الاول المشكله، انا كنت بتكلم معاها بقول لها انت ايه اللي خليكي تشيلي المسؤوليه؟ قالت لي انا اتعودت من اول يوم. هي عودته من اول يوم. ما هو جوزك على حسب ما تعودين المفروض دي صح على فكره. يا حبيبه قلبي والله خدها مني. الواحده تحب وتبقى جميله جدا وتحب مع نفسها ان هي تشيل المسؤوليه والهم عن جوزها مدى الحياه. بتيجي عليها وقت انا فين؟ انا ست يا جماعه، انا موجوده، انا فين؟ اديك من نور عينيا واديك حياتي تكمل بيها واديك، بس انا ست عايزه اشوفك راجل، انا محتاجه اشوف راجل. طب والله 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 اعرف ناس اقسم برب العالمين يمكن هي تكون معاها فلوس وممكن تكون بتشتغل وممكن تكون جدعه، بس تقول لا الجنيه بتاعه عندي ب 1000 جنيه من عندي، انا عايزه الجنيه بتاعه، انا حابه ان انا اشوف، حابه ان انا اروح اشتري شراب بالجنيه بتاعه، مش عايزه اجيب بال 1000 جنيه بتاعتي. فيا جماعه الموضوع كبير، الموضوع مش صغير. وفي الاخر لما نقول ان الست، انا مش طبعا مش مع الخيانه خالص. او طب اتفضل. طب ناخد اتصال معانا. مساء الخير يا امه الله. مساء الخير يا امه الله. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذنك توطي التلفزيون الاول وتسمعنا من التليفون بعد اذنك. حاضر. ازي حضراتكم يا فندم؟
الحمد لله. حضرتي المشكله طبعا اللي احنا بنتكلم فيها صح؟ سمعت المشكله، بس انا هقول لحضرتك ان الخلاصه في كلمتين اتنين، يعني كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لو صح. كل واحد عرف مسؤوليته وعرف حقوقه قصاد زوجها او الزوج قصاد زوجته، كل واحد هيأدي حقه وما يبقاش في اي مشاكل خالص. فاحنا نرجع للدين ونرجع للشرع وللسنه وكلنا هنبقى مرتاحين باذن الله. ونرجع للمسؤوليه. وللمسؤوليه الايه بتقول كده. معلش انا اتفضلي قولي حلو. انا نفسي اكلم حضرتك من زمان، ليه رؤيه صغيره عايزه حضرتك تفسرها لي. يلا حبيبتي قولي. ماشي. انا حلمت يا سيده منى ان زي ما اكون حاطه صباعي في ودني وطلع زي ما اكون حاجه على صباعي، فانا قلت ده اكيد شمع او وسخ او حاجه من الاذن فهرميه. فجيت ببص لقيت اللي هو الجهاز السمع بتاع الاذن كله في على صباع ايدي، اللي هي القوقعه او الطبله بتاع الاذن. تمام. فجيت اتصدمت ان ازاي طلعت على ايدي، فاتخرحت قلت ده انا ازاي الجزء ده من الاذن طلع على ايدي. فقمت حاطه ايدي في ودني رجعته زي ما يكون رجعت مكانه تاني. هو انت متجوزه؟ ده رؤيه. انت متجوزه؟ انا متزوجه يا فندم. ومعاكي اولاد؟ معايا اولاد. ربنا يبارك لك فيهم يا رب العالمين. عايزه اقول بس حاجه صغيره برضو، ولو بيجي لك اي التهابات اي مشاكل او الرحم فيه مشاكل حاولي تهتمي بالموضوع ما تهملهوش. تمام. معلش في رؤيه صغيره تاني. ايه؟ في رؤيه صغيره خالص. قبل الرؤيه الصغيره استني. والحاجه الثانيه عايزاه تكون هاديه، مش عايزه دايما اي موضوع يشغلك وياخد معاكي فتره كبيره قوي على ما تخلصي تتخلصي منه. يعني خلاص حصلت مشكلة والمشكلة خلاص، خدي منها ساعة ساعتين وافرميها تحت رجلك، شيليها من الدماغ تماما. علشان انت عندك مشكلة كمان، المشكلة اللي هي عندك التانية ان انت بتعيشي قوي مع الموضوع، عندك عايشان للموضوع فظيع. انت ممكن تعيشي معاه سنة سنتين ثلاثة، هي نفس القصة الخيبانة اللي ما بتخلص، وممكن تأثر عليكي قوي نفسيا ومرضيا، لان هي اصلا من النوعية اللي ممكن تتصاب بالمرض وما تتكلمش. لكن هي خلاص عندها وشها يصفر، ترجع بطنها توجعها، فهي عندها مشاكل مرضيه بسبب ان الموضوع اللي بتعيش معاه. فحاولي بقى تفوقي من اللي انت فيه. اتفضلي. ماشي يا فندم. الرؤيه الصغيره الثانيه، انا حلمت زي ما اكون اخويا في الحلم وانا عندي بتوي، زي ما اكون طلب مني طلب فانا رفضت ان انا اقلب له الطلب ده، فجاب زي خرطوم ورشني بالميه. مين اللي رشني؟ انا زعلت وبقول له ان انا هشكيك للوالد ان انت رشيت. مين اللي رشك بالميه؟ معلش يا ايمه. اخوها. اخويا. بس وصحيت من الحلم على كده. طب حاضر، شكرا لك. الرش بالميه بيقول لك عداوه، في الاحلام بيقول لك عداوه. لو كان هنا الرش في الميه هو بيدل على كلام، لكن هي مشكلتها ان هي حساسه بتزعل منه بسرعه، ولكن هو في نوع من انواع المداعبه. فما تزعليش برده تاني بسرعه، وفي كلام هيتقال هتزعلي منه شويه صغيرين كده، لكن هتفهمي بسرعه قصد اللي قدامك، لان هيقول لك ان انا بهزر وبضحك يعني. الله اعلم. طيب نرجع تاني للمشكله. اتفضلي. برضو قلتي كلمه عجبتني من شويه، ان الستات كتير دلوقتي او في حصلت خيانه، بتحصل خيانه بين سواء الراجل او الست. هي ممكن ما يبقاش في مشاكل اصلا بينهم، يعني دي انا كلمه انا لسه سامعاها بقى من كام يوم من محيط الناس حواليا. انا ربنا هو اللي بيحط القلب الحب في قلوبنا. جميل. فسبحانه مغير القلوب. جميل. انت معاها ولا ضد المبدا ده؟ ان هي تحب وهو معاها، ان ممكن ست او راجل. ان ربنا ممكن يغير قلبي من ناحيه جوزي فجاه، او جوزي من ناحيه فجاه. مفيش حاجه بتيجي من فراغ، مفيش دخان من غير نار. بمعنى حطي دي قاعده اساسيه ان احنا نتكلم عليها. بمعنى ان احنا لو اتكلمنا في موضوعنا الاساسي بتاع النهارده، ان لما اخد دور مش دوري، انا مش بطعن في اي ست، كلنا متعرضين للمواقف دي طبعا. مش بستحمل للاخر اكون راجل فبدور على راجل، وهو مش بيستحمل في الاخر ان هي تكون راجل، مع ان هو اللي حطها كده، فبيدور على انثى، فبيحصل الخيانه، فهو بيضطر يبص بره وهي بتضطر تبص بره، يا يكملهم وهم بيخونوا الطرفين، يا اما بتلاقي في عمليه انفصال بتحصل وكل واحد بقى يقع في الهلاك بتاعه. الحاجه الثانيه ان راجل يكون، شوفي كل حاجه كل حاجه انا برد على كلامك، يا اما راجل يكون مرفه مراته قوي وشخصيته وكيانه حاطتهم في جيبه مطبقهم في البطاقه، ويقول لها انت مولاتي والكلمه كلمتك والشوره شورتك وانت الراجل وانت وانت، ولما حد يقول له المفروض برضه يبقى عندك وضع وشخصيه وكيان قدام الناس وكده، اقول لهم لا ام فلان لا، او فلانه لا، تتكلم وتقول اللي هو عايزها. لا، ده انت اللي تسكت، ده انت اللي تخرس خالص، انت بتهين نفسك وبتديها دور هتتجبر بيه عليك في يوم من الايام، هتكون قادرة عليك في يوم من الايام. هي هتفكر نفسها حاجه كبيره قوي وهتقللك قوي، وانت بالتالي شخصيتك هتبدا تنزل مع ان انت محترم وانت طيب ومؤدب، بس يعني دايما حاضر حاضر حاضر. ففي التالي
هي مع ان كل حاجه موجوده لها، مش زي الست الاولانيه الغلبانه اللي بتشتغل، مش الست اه مش زي الست الاولانيه عشان تحفظ، مش زي الست الاولانيه اللي بتدور بقى على راجل، تعبت بقى سنين سنين فعايزه راجل خلاص، مش عايزه الواد الحلو الحلاوه ابو شعر في جل في شعره والكلام الفاضي ده، عاوزه راجل. دي غير دي، دي بقى من كتر الترفيه الزايد ومن كتر اللي عندها بقى حاله ملل بقى وفضيان بقى وزهد من كل حاجه، فبتدور على اللي هو ايه، انا عايزه نفسي في واحد عنده شخصيه، نفسي في واحد عنده كده يبقى عنده ايه قدام الناس، الناس تخاف منه اول ما يقول الكلمه، الناس تترعب منه، يا تكالف خير وسي السيد اه وبتدور يعني على سي السيد يا طب ناخد الاتصال يعني ونرجع مش نكمل مش سي السيد. احنا بصي من كتر المشاكل اللي بتجيلنا العمق بتاع المشكله هو عدم المسؤوليه، والعمق بتاع المشكله بيبقى اساسه في الراجل، خلي بالك اكتر من الست، وفي الموضوع التاني بيبقى الست اللي هي اللي هي خلاص بقى من كتر الترفيه دي. طب نيجي لست تانية او راجل تاني خالص، الراجل اللي بيروح يتجوز على مراته عنده الامكانيات يقول لك انا عايزه اتجوز حقي بدل ما اغضب ربنا، عندها عيب، هي بيبقى عندها مشكله، والله يا مدام ما عنده مشكله انا مكفياه، هو يعني كلمه انا مكفياه، انت سالي قولي لي يعني انا مكفياه، مكفياه جوزي ان بيجي يلاقي حاجته نظيفه، انا هيوديها المغسله تدرس، لا لا يلاقي مراته قاعده مستنياه في البيت، يلاقيها بمعامله كويسه معامله طيبه. على فكره في رجاله او ستات بيبقوا عايزين الحب الرومانسي بتاع زمان، مفيش في ضغوطات الحياه دي مفيش حب رومانسي ان انا افضل احب ليه مش في اوضه بتجمعكم انتم بعدكم بتدخلوا تتخيموا ده فيها في الليل؟ طب بس ايه المشكله بس يعني بعد ضغوطات الحياه يا منا، احنا الحياه فيها ضغوطات كتير للراجل وللست، فمفيش الحب بتاع زمان ده اللي الناس كانت عايشاه، الولهنه اللي هي بيسموها، هو انا مش بقول لك ولهنه ويفضلوا يسبوا لبعض لحد ما عينهم تتحول ويناموا، هو انا مش بقول كده خالص، بس رجاله وستات عايزين كده او في مفاهيم مع جوزك غلط. لا لا اقعدي مع جوزك ممكن تخلي الرومانسيه مختلفه شويه عن طبيعه الحياه، اقعد معاه، انت فاكر ايام ما كنا مخطوبين ومش عارفه ايه، وتجيب موقف بسيط جميل ما بينهم الاثنين يضحكوا عليه، هو يقول لها، هو هيرد على ده على فكره ان الراجل مش هو اللي بيبدا بعد الجواز، الراجل ما بيبداش، الست اللي بقى تبدا عشان ضمانها، مش عشان ضمانها، لا لا كلمه الضمان دي ضمان ربنا، ما فيش واحد في الاثنين بيضمن الثاني خالص، سيبك من الكلام ده كله. لكن هو بصي بقى بيقول ايه، هي مش عاطيه له الفرصه ان هو دايما يقول كلام حلو وكلام حب. طب ناخد ام احمد ونرجع تاني. ام احمد مساء الخير. مساء النور، ازيك يا استاذه منى؟ اهلا بيك. انا شفت حلم لي 20 يوم، شفت بات عندي فيه جديان وحواله وبط وفراخ بلدي كتير. والحلم الثاني شفت جاموسه بحلب فيها، كانت معايا كوبايه صغيره ولقيت حليب نازل كتير. حلو جميل. فملات الكوبايه الاولانيه وجت ماليه الثانيه. تمام. ولاقي الحليب نازل من الجاموسه كتير خالص. ربنا يوسع رزقك يا حبيبتي يا رب. حاضر. طيب شكرا لاتصالك يا ام احمد، واستاذه منى هترد عليك. رزق حاجة. مبارك، رزق جاي لها ان شاء الله، حسن وامان من ربنا، طمانينه هتدخل قلبها الايام الجايه ان شاء الله من اي حاجه بتفكر فيها. نرجع لموضوعنا نرجع. قبل ما يجي لنا اي اتصال اتفضلي. بصي دلوقتي ناس كتير او رجاله او ستات بيبقوا عايزين الايه، يعيش قصه حب. يعني ممكن يبقى واحد متجوز وعنده اولاد يقول لك انا مستعد عندي كل حاجه ومراتي مريحاني، بس ما مش مبسوط. طب ايه اللي مش باسطك؟ معرفش. لا بصي بيدور على الطبطبه، انا بقى اجيبها لك بقى اللغه الدارجه اللي بقت تتقال دلوقتي، الطبطبه، ان مثلا يلاقي واحده حاسه دي حاسه بيا بره وكلام من ده، بتحسسه ان هو راجل وتحسسه انه مرغوب، فكره ان انا الاقي حد يبقى انا فيها عندي خلل جوه بقى عند الست، في عندي خلل. بصي هاتيلي كده ست، الستات كلها بتقول لك والله ده انا ده انا ده انا مش يعني، ما تيجي في الاخر واحد ان هو يتجوز على مرته فيها تقول انت اتجوزت عليا ايه، ايه اللي ناقص عندي؟ هو مش شرط تكون انت عندك حاجه ناقصه عشان هو يتجوز، لكن هو في عنده حاجات خاصه او في حاجات مستشعر بيها في الست اللي هو كان يتمناها مش موجوده، الحته دي مش عندك، او ان هو نفسه يتجوز يعني هو مش بيعمل حاجه غلط، او ان هو مش بيتجوز عليك عشان انت عندك مشكله، او حب واحده، او ما عمره ما حب في حياته في قلبه دق فخلاص هو رايح يتجوز عشان انا مش عايز اغضب ربنا. فمش شرط انت انسانه كامله وانسانه جميله وانسانه فيك الصفات اللي اي حد في الدنيا يتمناها، بس انا بحب دي وخلاص هتجوزتها. طب ناخد العنصر الرجالي، ايه رايك؟ اتفضلي. استاذ احمد مساء الخير. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. دلوقتي انا عندي يعني عايز استفسر على الحرام، ان انا كل ما احلم بحد ميت لي، ميت لي يا والدي والدتي اخواتي اي حد، لازم تحصل معايا مشكله. ما هو دايما الاموات بييجوا يعملوا انذار او بشاره، فانت عشان حد طيب قوي بينك وبين ربنا شفافيه، فاحسن حد يجي يبلغك بالمشكله هم الاموات.
لما يقول لا لك ده مجرد ما بشوفهم في الرؤية في المنام لازم اصبح الصبح يحصل لي حاجة في نفس اليوم. هو بص يا استاذ احمد، عايز اقول لك على حاجة حلوة قوي يا سالي، ان في كلنا يعني الناس كلها، في ناس مرتبطة بيهم في حاجة بتبقى بينهم وبين ربنا، يعني استاذ احمد خلاص يعرف من النهارده ان في مشكله، لما حد ميت يجي لي في مشكله، فبقى واخد حذري، ربنا بينور بصيرته يعني. منتبه. انت ممكن لما تعرفي ان عندك مشكله فبتحلمي بحد من زمان، فالحد ده لما يجي لك ففي رساله معينه توصلها لك، فدي الجزئيه دي ارتبطت بيك بروحك انت. فخلاص لدرجه ان انا كرهت، يعني كرهت ان انا اشوف حد منهم يعني. ما تكرهش بالعكس، بالعكس ده حاجه حلوه قوي بينك وبين ربنا، دي حاجه جميله. ده بيجي لك يقول لك ان انت عندك مشكله بكره، مطلوب منك ثبات انفعالاتك يكون فيها ثبات، شخصيتك تكون متزنه وهاديه، ان انا خلاص مستقبل حدث ما جاي، او ان انا اقول يا رب ارفعه عني. فدي حلوه قوي، ده دي حاجه جميله بينك وبين ربنا، وصل طيب. عايز اخد رايك في المشكله بتاعتك. استاذ احمد انت حضرت سمعت الحلقه من اولها؟ لا انا سمعت من نص كده من عادي. احنا بنتكلم النهارده كانت مشكله جات لنا، وبنتكلم عن ما تبقيش مسترجله، خليه هو الراجل. تمام. بمعنى احنا جات لنا مشكله وبنحلها، بنحاول نوصل لحل. ايه رايك في الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه؟ الراجل اللي بيرمي المسؤوليه على الست، الراجل اللي بيرمي المسؤوليه على الست مراته. لا والله انا شخصيا عن نفسي انا اللي شايل كل حاجه، انا عن نفسي انا اللي شايل المسؤوليه في كل حاجه. ما هو لازم انت تشيل. انت تحتي ما تعرفش حاجه خالص، ولو حبت تتصرف تتصرف غلط، فانا كل حاجه انا شايلها على دماغي. انا عن نفسي انا شخصيا يعني. بس اكيد بتشوف زملائك في الشغل او حاجه، او المحيط اللي حواليك، مراته بتشتغل او جيرانك. ايوه لا في كتير رامي الحمل على الست بتاعته ومش شاغل دماغه باي شيء، وبيروح يقعد على كافيه، بيقعد يشوف يلعب مع زملائه. انا بقول لك في كتير، عشان تعرفي في كتير قوي. نعم كمل يا استاذ احمد معاك، اتفضل. ما انا بقول لحضرتك انا شخصيا عن نفسي غير كده خالص، ما فيش ده، ما بطلعش من بجري. انا عن معاش يعني، باجي اصلي في المسجد وباجي اقعد في البيت، ما بروح عمري ما قعدت على كافيه ولا بعرف الكلام ده عشان كله، عشان هو متحمل مسؤوليه. كل حاجه كبيره وصغيره في البيت مسؤول عنها. انت عارفه بقى، هو ربنا يخليك ليهم يا رب يا استاذ احمد. بيقول لك في الاخر انا طالع على المعاش، وماليش دعوه بالكافيهات او ليا دعوه بال، عارفه ليه؟ لان كان طول عمره جبل، فمتحمل المسؤوليه، فاول ما تجيله فرصه ان هو يرتاح بتلاقيه فين؟ مجنون جوه بيته. زي الست يا عين اللي شايله المسؤوليه تبقى مهدوده، بتحلم بيوم اجازه، بتحلم بيوم ان هي ما تكلمش حد، بتحلم بيوم راحه، بيبقى عندها ساعات قوي. والراجل برده اللي شايل المسؤوليه ساعات بيبقى الليل بيجي عليهم مش عايزين النهار يطلع عشان الحمل اللي على ظهرهم. في ستات تتمنى النهار يطلع عشان الزن والدوشه بتاعتها واللماضه والرغي، فمش كلهم يعني. فارجع تاني اتكلم، نكمل النقطه بتاعتنا يا ساري. انت بتتكلم على الست ان هو الراجل والست اللي هيبقوا مع بعضهم، ومع ذلك تلاقي كل واحد منهم بدا يفكر في طرف تاني. انا عندي ثلاثه او اربعه نوع من انواع الخلل بيحصل ما بين العلاقه بين بعضهم. يا الست المرفهه قوي قوي في الاخر بتدور على السيد، وده بيبقى عيب راجل، او الراجل اللي حمل المسؤوليه على الست ففي الاخر بتدور على راجل، عايزه راجل وهو بيدور على انثى بقى، فلازم الاثنين يحصل بينهم خيانه. ده في الواقع، ومحدش يقول لي ان احنا بنتكلم بمثاليه قوي، ده في الواقع احنا بنعيشه. اتنين متجوزين عايشين حياه اللي هي الحياه المثاليه، او الحياه اللي هم صعدة مع بعض وحياتهم ماشيه، حتى لو الراجل شايل المسؤوليه والست مش شايله مسؤوليه هتلاقيها مستعده مع جوزها، ولو ست هي شايله المسؤوليه مع جوزها وهو مش شايلها معاه برضه مستعيده. لا بتاخد حته مش من شخصيته. مش هنوصل لنقطه سعاده، مش هنوصل. لا بنوصل لو في رضا وقناعه واحترام، احترام مش حب، احترام ما بين الاثنين هعيش سعيده معاك. يعني الاحترام اهم من الحب؟ الاحترام مليون الف مره من الحب. طب انا ممكن اكون بحبك وبهينك وبعمل نفسي اني مش واخده بالي وبهزر. الاحترام لو في احترام ما بين الاثنين، نقطه الاحترام لو وصلنا لها مع الاهتمام الحب، طب ما كده كده ما هو الحب موجود. لو انا بحترمك يبقى انا بحبك، ما انا بحترمك ليه؟ ناخد الاتصال معانا. طيب مساء الخير. وعليكم السلام يا استاذ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا استاذ امين. السلام عليكم. اهلا بحضرتك، اتفضل. بس حضرتك عندي رؤيتين صغيرين كده لسه حاليا. اتفضل. الرؤيه الاولانيه تعرضت لظلم من بعض الناس يا استاذه، وشفت في الرؤيه ان انا ماشي في مكان كده، والمكان ده طلع لي زي حيوان كده شرس، بس هو مش عارف ايه يعني. انا مش عارف هو ايه بالظبط. فجاي ماسك زي يعني زي حاجه في ايديا كده زي حديده، ورحت قلت بسم الله وتلاقي قبضه، ورحت جاي مايل على جنب اليمين كده يا فندم، رحت جاي طاير على بعد يعني من الارض بعد متر كده.
وطرت ورحت الشقه اللي انا ساكن فيها. تمام. حضرتك الرؤيه الثانيه، حضرتك انا حلمت ان انا راكب عربيه وان سايقها كده، يعني ايه السواقه مش يعني مش عارف اسوق كويس يعني. فبصيت على الصالون بتاع العربيه لقيت رقم 6. جميل. قلت بنسلم عليك. شكرا لحضرتك. شكرا لاتصالك يا فندم. حديده وبيضرب حيوان او بيضرب وحش فبيدل على الوثاق في ربنا، وبيدل على ان ربنا هيبعت له ثبات وثقه في النفس وهينصره على الاعداء ان شاء الله. الحلم الثاني اللي هو رقم 6 والعربيه، فبيدل على ان ربنا هيرزقه بصحبه طيبه جدا، وبيدل على علو شانه، وبيدل على ان في خير في حد قريب منه، وخاصه هي واحده ست يعني، والله اعلم. طب قبل ما طبعا انت عارفه الحلقه بتخلص معانا هوا. عايزين قبل ما نختم الحلقه دلوقتي تكلمي ازاي الستات او الاثنين المتجوزين يعيشوا حياه مستقره سعيده بقى. انا لسه هقول لك سعيده ومستقره، وانا بقول لك احنا جات لنا مسجات بالحالتين. اللي شايله مسؤوليه مش مرتاحه، واللي متجوزه واحد ومريحه برده مش مرتاحه. ايوه حلو قوي. نوصل لحل وسط يخلي الحياه مستقره وماشيه ازاي. رقم واحد الثقه بالله واليقين بالله، ثم الثقه بالنفس والرضا بالحال، اجمل حاجه في الدنيا. لازم الست يكون في بينها وبين الراجل احترام، وحتى الهزار لو في اهانه اقطع، عشان الست لو خدت على مبدا كلام معين في الهزار بغلط مع الراجل هتتعود عليه، حتى لو بينهم وبين بعض بس، حتى لو على السرير بتاع اوضه النوم بتاعه. بعد كده الست بطبيعتها ما عندهاش كنترول على بعض الحاجات تخصها، فتلاقيها حتى في الايام العاديه وحتى وهي بتهزر معاه وحتى اللي هي بتتكلم معاه في مشكله نفس الالفاظ اللي كانت بتقولها له والاثنين مع بعض هتلاقيها تقولها. فلابد عليك يا راجل تعمل كنترول شويه. لا قول لها لا بلاش الغلط، لا اتدلعي زي ما انت عايزه بس بلاش الحته دي، علشان انت تكون راجل وموجود دايما باستمرار وتحبك وتحترمك. الاحترام مهم قوي بين الطرفين. عايزه اقول للراجل يا ريت تتحمل المسؤوليه، لازم المسؤوليه يا جماعه، احنا مفتقدين المسؤوليه في المجتمع بتاعنا. عود ابنك على المسؤوليه، ما تدهوش من جيبك، ما تسهلهوش كل حاجه، ما تسهلهوش الحياه، ما تسهلهوش الطريق، لا خلي في طريقه دايما عقبات وخلي مطبات، خليه يقع ويقوم يقع، وكذلك الراجل والست برضه. عايزه اقول لاي ست جوزك مريحك احمد ربنا قولي الحمد لله، وحطيه تاج على راسك، لان والله لو فكرتي في الخيانه انت اللي هتقعي في بير ضلمه من غضب ربنا عليك، مش هتلاقي زيه تاني. هو هيتجوز عليك هيتجوز عليك لان ربنا عادل يعني. عايزه اقول ربنا يهدي الجميع يا رب العالمين. وبمناسبه الكلام برضه احنا لسه طبعا ما خلصناش، وان شاء الله في الحلقه الجايه هنكمل الموضوع ده. وهنعلن برضو على موضوع البث بتاعنا لان الناس كلها طالبه البث، وعايزاكم تشاركونا في كل مره نقول نتكلم في موضوع ايه. الناس تعبانه كتير قوي وجواهم مشاكل كتير قوي وبيخافوا يتكلموا، بيقولك عشان ما حدش يحس بينا. ربنا يعين كل واحد على الشيله اللي هي شايلاها، لكن ما تظلميش نفسك، وربنا يا رب يستر بيوت المسلمين يا رب يا رب. استاذتي الجميله الاعلاميه فاسره الاحلام منا نورتينا النهارده حبيبتي يا سيالي. شكرا. ان شاء الله طبعا هنطلع نتكلم المره الجايه او النهارده ممكن بعد الحلقه، نعمل بس سريعا كده ونتكلم نشوف المشاكل اللي هم عايزيننا نتكلم فيها ان شاء الله باذن الله. شكرا. اعزائي المشاهدين انتهت حلقتنا النهارده، يا رب تكون حلقه عجبتكم، انتظرونا في حلقات قادمه ومنا والناس.